بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بدأنا ولله الحمد والمنة بدراسة تفسير الفاتحة وقصار السور، أي من الضحى إلى الناس. ذكرنا بالأمس ما يتعلق بتفسير سورة الفاتحة وشيء من فوائد هذه السورة، وأيضا ذكرنا يتعلق بآية الكرسي، أعظم آية في كتاب الله، وفضل هذه السورة من قرأها في ليلة، وذكرنا ما يكون فيها من تعظيم الله سبحانه وتعالى، وأن هناك من العلماء من يقول أن فيها اسم الله سبحانه وتعالى الأعظم، وفيها عموم ملك الله سبحانه وتعالى وإثبات الشفاعة لله سبحانه وتعالى، نحق لله وغيرها. ثم بدأنا بسورة الضحى، وقلنا أن الله سبحانه وتعالى له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، وليس لنا أن نقسم إلا بالله. وفيها، أي في هذه السورة، في سورة الضحى، بيان منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله سبحانه وتعالى يعطيه حتى يرضيه عليه الصلاة والسلام. وفيها بيان أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم أراد الله سبحانه وتعالى أن يعلي درجاته، وعندما تخلى الناس عنه ومات أقرب الناس إليه، كان هذا فيه أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يتولى أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يتولى الصالحين. وذكر الله سبحانه وتعالى بالنعم: ألم يجدك يتيما؟ قلنا، قال الله سبحانه وتعالى: فآوى. ولم تكن الآية فآواك، يعني آوى النبي صلى الله عليه وسلم وآوى به، وأغنى النبي صلى الله عليه وسلم وأغنى به، وضالا لا يعلم شيئا عن الشريعة فأوحى الله سبحانه وتعالى إليه واصطفاه بهذه الرسالة فهداه وهدى به عليه الصلاة والسلام. ثم كان هذا تذكير للنبي صلى الله عليه وسلم بالنعم، ولا بد أن يقوم بشكر المعين المتفضل. فماذا يصنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ يصنع مع اليتيم، وكذلك أتباع النبي صلى الله عليه وسلم من بعده، وكذلك مع السائل: وأما السائل فلا تنهق، وأما بنعمة ربك، ليست نعمة واحدة، نعم، والمفرد إذا أضيف يعم، نعم كثيرة لا تحصى فحدث. وذكرنا أن النعمة ابتلاء، ولا بد لها من تعلم قبل أن تأتي، وبعد أن تأتي تشكر بالقلب واللسان والجوارح، وضد هذا الكفر. ثم أيضا السورة الثانية، سورة الشرح، ذكر الله سبحانه وتعالى: ألم نشرح لك صدرك. اتسع النبي صلى الله عليه وسلم، اتسع صدر النبي صلى الله عليه وسلم وانشرح الشريعة، وهذا لا بد أن يكون حال اتباع النبي صلى الله عليه وسلم من بعده. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا كما صعد في السماء. ووضعنا عنك وزرك، وقلنا أن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام عصمهم الله سبحانه وتعالى من الوقوع في الشرك الأكبر والشرك الأصغر والكبائر، ولا يمكن أن نتكلم في الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام بأدنى كلمة. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يستغفر ويتوب ويدعو الله سبحانه وتعالى ويقوم حتى تتفطر قدمه، ونحن من باب أولى. وأن العبادة لا تسقط عن أحد ما عقل وعلم، ولو كانت تسقط عن أحد لسقطت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا عندما يأتي بعض الناس يقول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى يأتيك اليقين الموت، ولا تسقط العبادة عن أحد إلا إذا كان مجنون. ورفعنا لك ذكرك، أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر، يذكر في الدخول في الإسلام، في شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد رسول، في الصلاة، في الأذان،
يذكر في الأمة وجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن نقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة كل مخلوق. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. رفع ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أن الأنبياء الذين سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم بشروا به عليه الصلاة والسلام. وذكرنا أن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يصدق بعضهم بعضا ويبشر بعضهم ببعض، ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. نعم، وهذا فيه مدح للنبي صلى الله عليه وسلم. ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، وقلنا هذا فيه أن العبد لا يقنط من رحمة الله ودائما يتفاءل، وأن الأمر إذا ازداد ضيق وشدة فهو دليل على قرب الفرج. إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب، وهذا فيه أن العبد ينتقل من العبادة إلى العبادة ويغتنم أوقات الفراغ ولا يضيع دقيقة واحدة. إن كان هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فالأمة من باب أولى. وإلى ربك، وقلنا هذا فيه عبودية خاصة الخاصة، عبودية عامة لكل مخلوق وخاصة بالمؤمنين الذين استجابوا لله والرسول عليه الصلاة والسلام، وعبودية خاصة الخاصة. وقلنا أكمل عبادة هي عبادة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وصفوا بهذا في أعلى مقامات النبوة والرسالة. وإلى ربك لا إلى غيره فارغب، وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة. والتين والزيتون وطول السنين، ذكرنا أن هذه الأماكن كان فيها أنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام، ولله نقسم بما شاء من مخلوقاته وليس لا نقسم إلا بالله. وهذا البلد الأمين مكة، لقد أي والله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وكان الأصل أن يقوم هذا الإنسان بشكر المنعم المتفضل لا بكفر المنعم، فإن شكر كان له جزاء غير منقطع، وإن كفر نسأل الله السلامة والعافية فهو في جهنم. جهنم سميت أولا أخواننا النار موجودة، قال الله سبحانه وتعالى أعدت، نؤمن بأنها موجودة وأنها نار حقيقية وأن العذاب حقيقي وأنها أبدية نسأل الله العافية والسلام لا تفن، وأن الكفار لا يقوم على العذاب حتى يعني لا يعارض هذا ما وصف لنا من أوصاف بعض الكفار من صلى الله عليه وسلم في النار أنه على كذا وكذا وكذا، هذا أنهم لا يقوون عليه، ولها أسماء من صلى الله عليه وسلم النار والسعير والحطمة يحطم بعضها بعضا، وجهنم لبعد قعرها نسأل الله العافية والسلامة وأنها سوداء مظلمة نسأل الله العافية والسلامة. كذلك نؤمن بالجنة نسأل الله من فضله. الجنة جنتان، جنة عدن قلنا خلود فيها أبدي، أهل الجنة هم من آمن بالله سبحانه وتعالى، وأما أهل الكفر والنفاق حرمت عليهم الجنة. لها أسماء كما أن للنار أسماء، ومن سعة فضل الله ورحمة الله سبحانه وتعالى ومما يكون في هذا الجنة وأعظم نعيم في الجنة رؤية المؤمن لربه، نسأل الله سبحانه وتعالى من فضله. طيب ثم بعد هذا في المراجعة اقرأ باسم ربك الذي خلق، قلنا هذا فيه الجمع بين الشرع والقدر. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، فالله سبحانه وتعالى مكرم ومكرم منزه عن كل نقص وعيب ويكرم عباده الصالحين. ثم في هذه السورة وعيد
لكل من عاند وكفر، وعلى رأس هؤلاء أبو جهل كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يسميه أو يكنيه هؤلاء بأبو الحكم لأنه كان يحكم بين الناس. وأخذ الله سبحانه وتعالى أخذ عزيز المقتدر، معاند مستكبر، نسأل الله العافية والسلام. كان الأصل أنه يقابل هذه النعم، كلا إن الإنسان ليطغى. إذن لابد من التحذير من الطغيان. أرآه استغنى، أمده الله بالنعم بالمال بالولد، كان الأصل يقابل هذا بالشكر المنعم المتفضل. حتى وهو يعني عندما أشرف على الموت صعد عليه ابن مسعود رضي الله عنه، ابن مسعود ضعيف البنية، وصعد عليه على أبو جهل، وأبو جهل جثة. فقال له أبو جهل، الآن الأصل أن أبو جهل يترحم ويقول ابن مسعود يعني اتركني أو كذا. فقال له، لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا مرويع الإبل. قال أنت صعدت فوق جبل عظيم أبو جهل. ويقال الله أعلم أنه قال إلى يعني كذا. المهم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وقلنا لابد أن يتنبه الإنسان حال النعمة أكثر مما يتنبه حال الابتلاء، لأنه في الغالب في وقت الابتلاء يعود إلى الله ولا ينتبه حال الصبر. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجع. هناك جزاء وحساب وإيمان باليوم الآخر. نعم. ثم بعد هذا إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقلنا الاهتمام بهذه الليلة وإحياء هذه الليلة واعتكاف العشر الأواخر وتحري ليلة القدر والدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم أنك عفو تحب العفو فاعف عني. نعم. لم يكن الذين كفروا، وقلنا أن اليهود والنصارى والمجوس لم يزالوا متمسكين بما هم عليه حتى جاءتهم الأدلة الواضحة والبراهين الساطعة بماذا؟ ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. فانقسموا إلى قسمين، آمن، من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فله أجر مرتين كان من أهل الكتاب، ومن كذب وكفر نسأل الله العافية والسلامة. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى جزاء من صدق النبي صلى الله عليه وسلم وجزاء من كذب. نعم. ثم بعد هذا مبتدأ الدرس الجديد، قال الله سبحانه وتعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها. أخوانا، الآن وقوع الزلازل والبراكين والخسوف والكسوف، هذه من آيات الله، يخوف الله سبحانه وتعالى بهما عباده، تذكير، لأنك إذا كانت الأمور تمشي على ما اعتدت عليه لا تتنبه أحيانا. خرج النبي صلى الله عليه وسلم عندما حصل الخسوف في زمن عليه الصلاة والسلام مرة واحدة، خرج فزعا يجر رداءه، صلى صلاة غريبة، أطال، رأى أشياء وهو يصلي عليه الصلاة والسلام، أمر بالصلاة والصدقة والاستغفار، وفزع عليه الصلاة والسلام ونادى لهذه الصلاة. هناك من العلماء بل من الصحابة من يرى أن هذه الصلاة تصلى كذلك عند الزلازل، صلى عند الزلازل، هذا قول في هذا الباب. إذا زلزلت الأرض زلزالها من علامات الساعة أن تزلزل الأرض، تهتز اهتزاز شديد، وأخرجت الأرض أثقالها أي ما فيها من الأموات والكنوز. وقال الإنسان ما لها، يعني ما الذي حدث، ما الذي جرى؟ الله سبحانه وتعالى يجعل هذه الأرض تتحدث وتشهد على ما عمل العباد فيها، ولهذا يوجب منا
أننا نطيع الله سبحانه وتعالى، لأن تشهد الجوارح، تشهد الأعضاء، تشهد الأماكن عليك ماذا صنعت في هذه الأرض. يومئذ أي يوم القيامة تحدث أخبارها، أي ما حدث عليها من خير أو شر، بأن ربك أوحى لها، أي أذن الله سبحانه وتعالى لهذه الأرض أن تشهد. كل شيء يشهد عليك بأن ربك أوحى لها. يومئذ يستر الناس، أي يخرج الناس مجتمعين، جماعات، متشتتين، متفرقين، كل واحد منهم يريد يرى ماذا عمل، لأن الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء وحساب. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، قال بعض العلماء قد أنصفك من جعلك حسيبا على نفسك، أنت الذي تحكم على نفسك، وهذه الأعضاء تشهد عليك لأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. الآن انقسم الناس كذلك إلى فريقين، إلى قسمين. فمن يعمل لا يمكن أن يضيع عليه شيء، فمن يعمل مثقال ذرة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا، لأن بعض الناس تقول يعني هذه كاسة ماء أقدمها لمسكين لفقير كذا، ماذا يكون فيها؟ لا تحتقر هذا الشيء. امرأة دخلت الجنة في كلب سقط، فلا تحقرن من المعروف شيئا، قال ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وهذه الشريعة يعني فتحت أبواب خير كثيرة وأغلقت أبواب الشر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. وما ربك بظلام للعبيد. ونحن نعرف في حديث البطاقة أنه أتوا بالسجلات ووضعت، ثم أتوا بالبطاقة فيها شهادة أن لا إله محمد رسول الله، قال ما تصنع هذه البطاقة؟ هذا الميزان أهل السنة والجماعة يؤمنون بوجود الميزان يوم القيامة، وهو ميزان حقيقي له كفتان وله لسان على ما ورد عن بعض السلف. قد الأصل أن الأعمال توزن، كيف الله أعلم، آمنا وصدقنا وسلمنا. وقد يوزن العامل كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وقد توزن الصحف كما في حديث البطاقة. كيف ليس لك أن تقول كيف؟ تقول آمنت وصدقت وسلمت، وهذا يوجب منك الخوف وأن تعمل. ثم الثاني الذي يعمل مثقال ذرة شرا يرى، نسأل العافية والسلام. فكل ما تعمل في هذه الدنيا تراه أمامك في الآخرة، وهذا يوجب منا الخوف والعمل، ونسير إلى الله، نجمع في سيرنا إلى الله بين الخوف والرجاء. نعم. ثم أن الله سبحانه وتعالى أقسم بالخيل عندما تجري، وعندما تجري الخيل وتشتد في الجري تخرج أصوات من أنفاسها، له صوت ضجيج. ثم بعد هذا عندما تجري كذلك تضرب على الأرض، وهذا الضرب على الأرض أحيانا يخرج منه شرر، كما في أن تأخذ حجر وتضرب بآخر أحيانا يخرج شرر. فعندما تضرب على الأرض ثم فالمغيرات الصبحة، في الغالب أن هذه الخيل
الهجوم على الأعداء يكون في الصبح، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغير على قوم حتى ينتظر طلوع الصبح، فإن سمع نداء يعني أنهم يصلون صلاة الفجر ترك، وإلا أغار عليهم. فهذا لا يكون إلا في أول النهار على ما اعتاد الناس في الحروب. فهذه عندما تجري وتخرج أصوات بأنفاسها وتضرب على الأرض ويخرج شيء من الشراب، ويكون هذا في أغلب الأحيان في أول النهار، تثير أي أن الغبار يخرج. ثم في الغالب أن الخيل مع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم معقود في نواصيها الخيل، وأنها لا تخاف وتقتحم في وسط العدو. يقال والله أعلم أن الجيوش متراصة صفوف وابتدأت المعركة، انطلق الزبير على فرسه كالسهم داخل العدو، فرأى العدو هذا الفارس على خيل وهو رجل واحد يدخل في جيش كامل، فقالوا ما يمكن أن يكون هذا مقاتل، هذا رسول يريد القائد، ففتحوا له الطريق، فدخل إلى القائد قضى عليه ورجع. هذا كان حال الصحابة أخوان. لو تنظر في حال الصحابة رضوان الله عليهم وتنظر في حال الروم والفرس وهؤلاء، كان الفارس من الروم والفرس يخرج مدجج بالسلاح مغطى بالحديد ما يرى منه شيء، ومع هذا يخرج له أحد الصحابة ليس عليه شيء وليس عليه كذا ويقتله في أسهل ما يكون. أهم ما يكون التوحيد، إن تنصروا الله ينصركم، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ولقد سبقت كلمتنا لعباد المرسلين فوسطنا به جمعا، يعني قلنا أن الخيل تدخل في وسط هؤلاء. نعم. ثم قلنا أن الله سبحانه وتعالى له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، وليس لنا أن نقسم إلا بالله سبحانه وتعالى، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. إن الإنسان لربه لكنود، يعني الناس تجاه النعم. قال الله سبحانه وتعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون، يجحد نعم الله سبحانه وتعالى، يكفر النعم. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. إن الإنسان لربه لكنود، يعني يكفر ويجحد النعم، إلا من رحم الله، وإنه على ذلك لشهيد. إما أن الإنسان يعرف هذا من نفسه أنه جاحد للنعم إلا من رحم الله، أو أن الله سبحانه وتعالى شاهد على هؤلاء بكفرهم النعمة، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافر، ويصح الجمع بين القولين. وإنه لحب الخير لشديد، وقال هذا يعني في كل الناس، كل واحد منا يحب الخير لنفسه وحريص على الدنيا وحريص على جمع الخير. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، يعني بعث الناس وإخراج الناس من قبورهم، وحصل ما في الصدور، وهذا فيه أن القلب له عمل
نحاسب الإنسان على القول والفعل والاعتقاد، وحصل ما في الصدور. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ألا وهي القلب. وسمي قلب لأنه الصلاة والسلام يتقلب، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: اللهم يا مقلب القلوب. إن شاء الله يثبتني وإياكم. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الخبير يعني بالبواطن والظواهر، وإذا كان يعلم البواطن من باب أولى أنه يعلم الظواهر. فالله سبحانه عليم وخبير، الخبير بالبواطن والظواهر. نعم، فالله سبحانه وتعالى خبير بما في صدور هؤلاء، وفيما قلوب فيما يعني يكون من عمل القلب كالخوف والرجاء والتوكل وغيره. إذن هذه فيها السورة فيها التحذير من كفر النعم والجحود، وأن العبد يشهد على نفسه ويشهد الله سبحانه وتعالى عليه. ومتى يتنبه؟ عند بعث الناس من قبورهم، وتغلق باب التوبة بطلوع الشمس من مغربها أو بحضور الوفاة. نعم، ثم قال الله سبحانه وتعالى: القارعة. القارعة والغاشية والقيامة والحاقة، أسماء ليوم القيامة. سمي يوم القيامة بهذا الاسم الله أعلم كما يذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى لثلاثة أسباب. سمي يوم القيامة بهذا الاسم لثلاثة أسباب: لقيام الناس من قبورهم، وقيام الأشهاد، وقيام الموازين. سمي يوم القيامة يا أنيس بهذا الاسم لكم أمر؟ ثلاثة: يوم يقوم الناس لرب العالمين، قيام الناس من قبورهم، ويقوم الأشهاد، قيام الأشهاد، الكل يشهد، الجوارح والأرض تشهد، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، قيام الموازين. ونحن نؤمن بهذا، قيام الناس من قبورهم وقيام الأشهاد وقيام الموازين. سمي يوم القيامة بهذا الاسم. وذكرنا أن أيام الإنسان كم؟ خمسة: يوم في العدم، ويوم في الأجنة، ويوم في الدنيا، ويوم في الآخرة. لا، ويوم في البرزخ، ويوم القيامة هو اليوم الآخر. وبهذا نعلم ضلال من يقول انتقل إلى مثواه الأخير. هذا في إنكار البعث والنشور، وسيأتي معنا الآن قول الله سبحانه وتعالى: ألهاكم التكاثر حتى إلى أن زرتم المقابر. قال: ليس الزائر بمقيم. وهذا فيه إثبات البعث والنشور، لأنه قال زرتم، دائما الزائر يبقى عندك، لابد تسافر. صحيح؟ نعم. صح، يودع أن القوم مرتحلوا. نعم، قالت: متى تضعن يا هذا؟ قلت: إما غدا زعموا أو بعد غد، يعني مسافر مسافر، اليوم أو بعد غد لا محال. فأمطرت لؤلؤا. نعم، طيب. الحاقة والقارعة لأنها تقرع القلوب، تخوف القلوب، أمر عظيم يا أخواننا. لابد من الإيمان بأشراط الساعة، صحيح؟ يا أيها الناس، من مؤمن وكافر ومنافق، اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. قال يا أخواننا، من علامات الساعة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين. موت النبي صلى الله عليه وسلم علامة من علامات الساعة، خروج مدعي النبوة علامة من علامات الساعة، وادعي النبوة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وسلم وغيره. إيه صحيح، تطاول الناس في البنيان. إذن لابد أن نتنبه لهذا، وخوفنا الله سبحانه وتعالى، وهذا يوجب منا العمل. القارعة تقرع القلوب. ما القارعة؟ هذا في تعظيم وتهويل لهذا الأمر، وأن هذا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله
بقلب سليم. وما أدراك ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يعني الله سبحانه وتعالى أعلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وما أدراك يعني أدراه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا بالقارعة. يوم يكون الناس كالفراش المرفوض. الآن تجد بعض الحشرات التي تكون يعني تأتي عند النار، تجدها تطير وهي طائشة لا تدري أين تذهب، حتى أحيانا تدخل في وسط النار، صحيح؟ فعندما يبعث الناس، يبعث الله سبحانه وتعالى الناس من القبور يخرجون كهذا هذه الحشرات التي تمشي ولا تعرف إلى أين، حتى أن بعضها يسقط في النار، فخروج الناس يكون كخروج هذه الحشرات التي تخرج ولا تدري إلى أين تذهب كالفراش المنفوخ. هذه الجبال الرواسي التي يعني الآن إذا أرادوا إزالة شيء منها يستعملوا معدات ومتفجرات وكذا، وظلها تبقى يعني تبقى يعني بعد هذا، ويعني تكون بمشقة شديدة حتى تزال، تكون هي تكون كالعهن المنفوش، كالقطن المنتشر في كل مكان وتزول، نسأل الله سبحانه وتعالى السلام. فهذا أمر عظيم، حتى الجبال تزول يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حملها وترى الناس سكارى. قال وما هم بسكارى، تظن أنهم قالوا وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إذن هذا من آيات الوعيد، لابد نخاف من عذاب الله سبحانه وتعالى وتتذكر هذه الأمور. فأما من ثقلت موازينه، فقلنا إثبات الموازين وأن الميزان حقيقي وله كفتان وله لسان كما ورد عن بعض السلف، والأصل أن الأعمال توزن، وقد يوزن العامل وقد توزن الصحف. فأما من ثقلت موازينه نسأل الله من فضله فهو في عيشة راضية في الدنيا وفي الآخرة. وأما من خفت موازينه، كفار نسأل الله العافية والسلامة، ليس لهم حسنات حتى توزن، ولكن يقررون نسأل الله العافية والسلامة بسيئاته. وكما أن الجنة درجات نسأل الله سبحانه وتعالى من فضله، فالنار نسأل الله سبحانه وتعالى العافية والسلامة دركات. فعذاب الكافر ليس كعذاب المنافق، المنافق في الدرك الأسفل من النار، كلما ازداد في الكفر والعناد كلما ازداد العذاب عليه، نسأل الله عافية السلام. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، إما أنه يهوي في النار نسأل الله عافية السلامة بأم رأسه، أول ما يدخل في الجنة يدخل برأسه، أو يدخل إلى قعر النار نسأل الله عافية السلامة. ولهذا يعني جاء في قوله سبحانه وتعالى في أهل الجنة حتى إذا جاءوها قال وفتحت أبوابها، في أهل الجنة نسأل الله من فضله، وفتحت حدث شيء وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن لفتح أبواب الجنة. أما في أهل النار صلى الله عليه وسلم قال حتى إذا جاءوها فتحت نسأل الله عليه وسلم بغتة وألقي في النار إلقاء، وهذا من الزيادة نسأل الله عليه وسلم في العذاب. قال وما أدراك ما هي، هذا فيه التحذير وتهويل هذا الأمر، وعيد شديد، نار نسأل الله عليه وسلم حامية أوقد عليها حتى اسودت نسأل الله عليه وسلم. وبهذا يعني تمت هذه السورة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعدنا عن النار ويدخلنا الجنة. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله أعلم.